وين شعراتها راشد؟ شعراتها شطور. شعراتك؟ هاي هاي. أنت شعراتك؟ هاي حاضر. تمام. هلا برنامج الطفوله المبكره يعني هو برنامج يعطي نشاطات للاطفال الصغار من عمر 6 اشهر لسنتين ونص، يخلي الطفل يصير عنده تقويه مهارات ان كان بالكلام او بالحركات. في فقره للموسيقى، فكثير الطفل يحب الموسيقى ويعيش الحياه، يعني يعيش حياه حلوه لما يسمع موسيقى. حط الحلقه، يلا حط الحلقه، حطها هون، يلا حطها. شطور. نحاول احنا نظلنا نمدح على راشد لانه المدح يخلي الطفل عنده تعزيز بالثقه. كثير مفيده وبتنمي مهاراتهم وبتفتح عقلهم. حتى ماريا احيانا لما تمسك تكيف تقول لي ماما عملي لي نشاط، فهي صارت تضب معي النشاط لما اجهزه وهي تجهزه معي، حاضيته كله تحكي لي احمر اصفر. فأنا لقيت الاستفادة أول شيء من عائلتي كعائلة، فكثير أنا استفدت بعلاقتي بيني وبين بنتي.